واليوم أنا ما بدي أقدم لكم قصة باللهجة اللبنانية، بدي أقدم لكم برنامج باللهجة المغربية. حكاية اليوم عن الابتعاد عن المكيدة وطريق الشر. هدول خرفان، الله يا ربي الله الازردار. وقت نقرا الكتاب المقدس الله بيوصينا انه نكتفي بالشي اللي عنا اياه وما نشتهي شي مش لقلنا. ومنين جاتك هاد الخنشه اللي عامره بالفلوس؟ ما كاين مولاها. الفلوس دياولي جابهم لي الله ولقيتهم في وسط السوق. الحرام هو اللي ما يدخل داري. الله اوصانا باكثر من ايه بالكتاب المقدس انه نهتم ببعضنا البعض ونعيش بسلام. عندكم جوج أسئلة، كتبوهم وصيفطوهم لنا وغادي توصلكم الهدية حتى الباب الدار. ودابا الله يهنيكم. باي 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 باي. وأنا بشوفكم بالأيام الجاية. باي.